عرس الجريح الوطن، هو جريحنا وخينا، الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى يا رب. نحن مستمرين للفعاليات، مستمرين، وطبعا عندنا بعد السنة حفل جماعي للعرسان للجرحى، طبعا للجرحى، ونحن كل ما زاد الرقم نحن عندنا الشرف، نحن بنتشرف بالجرحى، نعمل عرس جماعي كبير وبنفتخر فيهم. هي الفرح الاكبر، هي الناس كلها اللي وقفت حدي، اللي دعمتني، طبعا دعمتني معنويا وماديا. انا بترحم على ارواح الشهداء، والله يشفي جرحانا، والله خلينا سياده الرئيس ويطول بعمره والسيده الاولى، طبعا هن كمان في كان دعم كبير من جهتي. تحيه لكل عسكري دافع عن الوطن بشرف وبخلاص، تحيه لسياده الدكتور بشار حافظ الاسد وزوجته. بتمنى من كل انثى حبت بصدق تكفي هذا المشوار، ان كان جريح وان كان ما انه جريح، بالعكس هو جرح ووسام وشرف الي انا ولاي وحده بالعالم. ما تخلي عن حبك، شو ما كانت الظروف ما تخلي عن حبك. بدي بارك لخي وحبيبي فريد، وان شاء الله هيك الله بيبعث له الخلفه الصالحه. وهذا العرس اللي صار اليوم هو عرس بجوز، لا مو بجوز، اكيد لكل جريح بسوريا طبعا، وهذا التفاؤل لقدام. جايين نفرح مع اخونا فريد جريح الحرب البطل الجبل، وله لبنت الاصل خطيبته وزوجة المستقبل، ونقول لهم الله يهنيكم بالرفاء والبنين ان شاء الله وبالتمام واقبال الخلفه الصالحه ان شاء الله. فريد اول شيء صبور كثير، الانسان اللي شايف الدنيا كلياتها انه بعد في استمراريه في حياه، لك اي انسان مثل الانسان نحن بندعي له ان شاء الله تكمل فرحته، ندعي لاي انسان بسوريا مصاب حرب انه مو وقفه الحياه على رجلين او على ايد او على اي شيء، انسان الحمد لله كل وجوده موجود، كل طيبته موجوده، كل اخلاقه موجوده. الله يهنيهن يا خالتي، والله يهني كل انسان بيكون، انا بفتخر بهيك شب، بفتخر بهيك جريح، لانه انا ام شهيد وبفتخر بالشهاده.